أطلقت جمعية أكت ألاينس في حفل مميز مكتبها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختارت الأردن ليكون مقرها الرسمي لما تتمتع به من أمن وسلام وإدارة هاشمية رائدة ونموذج يحتذى به لمبادئ الوئام الديني والعيش المشترك، وأيضا حاضن لعدد كبير من المهجرين واللاجئين على مدار السنوات الماضية. وحضر الحفل عدد كبير من المنظمات والجمعيات الخيرية وممثلون عن مؤسسات كنسية وحكومية وبعض الشخصيات الرسمية ومهتمون بدعم المنظمات التي تعمل في المجالات الاجتماعية والإنسانية. وأدارت الاحتفال السيدة باولينو بارهيالا مديرة التشغيل وأمين سر المنظمة ومقرها في جنيف، حيث أشاد المتحدثون في الاحتفال بدور الجمعية في دعم مسيرة الخير في الوطن. We respond to people's needs in humanitarian crisis, but also in long-term development. We work in the communities, but we have a global reach. So we are also advocating for changes which would bring good things to people's lives. And tonight we are here in Amman, in Jordan, meeting our members, ACT Alliance members, and also partners, discussing the challenges facing the Middle East. كما تحدث الأمين العام للمنظمة السيد جون أندونا، حيث أشاد بدور الأردن في رعاية المهجرين، مؤكداً على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية العالمية والعملية التشاركية في دعم اللاجئين والمهجرين في مختلف الدول المنكوبة. The reference to 2015 to 2018 is our strategic framework for the alliance. It defines the work of the alliance. And we have three aims: life with dignity, which means that the people that we work with must be treated and with dignity. They are human beings, as somebody said. We should not just call them refugees and so on. So life with dignity. The other one is a sustainable environment, to ensure that the environment that we work in, we live in, is protected, you know, with the issues of climate change, advocacy issues. And the other one is sustainable, the resilient community, building communities that are resilient, that can withstand shocks such as humanitarian disasters and so on, which means sustainable development, which means disaster risk reduction, which means preparedness. وجرت في ختام الاحتفال حلقة نقاشية أدارتها السيدة بارهيالا، تحدث فيها المشاركون عن أهم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وأيضا عن تأثير عمل ACT Alliance في إحداث التغيير وما الفرص المتاحة من أجل عملية التطوير والبناء لهذه المنظمات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز بناء مجتمع آمن ومستقر يعيش في كرامة وديمومة. تحتفل منظمة ACT Alliance العالمية بافتتاح مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان قرارهم أن يكون هذا المكتب في عمان. حقيقة إحنا في الأردن منثمن هذه الخطوة. هذا إذا دل على شيء، بدل على الدور الأساسي اللي الأردن بتلعبه بالمنطقة. طبعا إحنا منثمن كتير دور المؤسسات الحكومية كمجلس كنائس في التعامل معنا. إحنا منغطي 9 محافظات بخدماتنا، بتبدأ من الرمثة شمالا وحتى العقبة جنوبا. في كل هذه المحافظات في تعاون منقطع نظير من الهيئة الخيرية الهاشمية، من البلديات، من مؤسسات المجتمع المدني، دائرة الشؤون الفلسطينية، وزارة الداخلية، التنمية الاجتماعية. في تعاون منقطع نظير في هذا الموضوع. طبعا الهيئة الخيرية منذ بداية الأزمة السورية بدأت تتحرك واستحثت أول شيء القطاع الخاص لدعم الأخوة السوريين اللي يلجؤوا للأردن حربا من القتال اللي صار هناك. كتير ضروري ان احنا نكون موجودين ككنائس فعليا على الارض لحتى نقدر نوصل صوتنا الحقيقي والحوار اللي نحن بنقوم فيه مع العالم اللي بيحوطنا. مزبوط، لانه قد ما يعملوا هن بضلهم ناس عايشين غربه مع عقليه اوروبيه او عقليه امريكيه، عقليه بعيده عنا، بينما نحن بكف اللغه
يعني ما بيقدروا يوصلونا حتى باللغة، بينما نحن ككنائس محلية متجذرين بهالأرض هيدي نحن بنقدر نوصل صوت الوضع اللي بنعيشه نحن بطريقة أفضل بكتير.